مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم: هل ارتفاع هرمون الحليب يؤخر الدورة الشهرية؟ في كثير من الأوقات تتأخر الدورة الشهرية عن موعدها المعتاد، إما بسبب الحمل أو الرضاعة أو أسباب مرضية أخرى مثل ارتفاع مستوى البرولاكتين في دم المرأة، وهو ما يعرف بهرمون الحليب الذي يرتفع بشكل طبيعي في جسمها، وبالتالي تغيب الدورة الشهرية طيل مرحلتي الحمل والرضاعة. خلال مرحلة الرضاعة قد تقل مرات الدورة الشهرية أو تتوقف، لكن ارتفاع نسبة هذا الهرمون في أوقات أخرى غير الرضاعة يحدث لسبب مرضي يجب معرفته وعلاجه. وأول أعراض ارتفاع نسبة البرولاكتين في دم المرأة: تأخر الدورة الشهرية. يحدث اضطرابات في الدورة الشهرية إما بالتأخر أو بعدم الانتظام، لذا فإن بالفعل زيادة نسبة هرمون البرولاكتين تؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية في بعض الحالات، ولكن ليس كل تأخر للدورة الشهرية يعني ارتفاع هرمون البرولاكتين في الدم، فهناك العديد من أسباب تأخر الدورة الأخرى والتي تتطلب الكشف الطبي والمتابعة الدورية وقياس نسبة هرمونات الجسم للتعرف عن سبب التأخر. ومن أسباب ارتفاع هرمون الحليب تناول حبوب منع الحمل لفترات طويلة، إذ قد تؤدي لاضطرابات بعض الهرمونات في الجسم. أيضا تناول بعض الأدوية، إذ تسبب في زيادة نسبة هرمون الحليب مثل أدوية ضغط الدم أو أدوية علاج الاكتئاب أو بعض أدوية المعدة والهضم. أيضا وجود مشاكل في إفراز الغدة الدرقية. كما وهناك بعض الأسباب التي تؤدي لارتفاع نسبة هرمون الحليب بشكل مؤقت مثل ممارسة العلاقة أو الضغوط النفسية والعصبية أو الفترة التي تلي فترة التبويض من الشهر. وقد يغيب عن بال الكثير من النساء سبب مواجهتهم للهبات الساخنة، وفي الحقيقة إن ارتفاع نسبة هرمون الحليب في الدم قد تدعم حدوث الهبات الساخنة بشكل كبير.